السلام عليكم المغاربة الأوفياء، معكم المغني الشعبي أحمد بن سعيد من مدينة تمارا بدوري وكباقي الفنانين المغاربة. كنبغي نشكر المغاربة كاملين على المجهودات اللي قاموا بها في هذه الظروف هذه، وكنبغي نقول للمغاربة كنتو نعم المعاملة ونعم الأخلاق العالية. وكنبغي نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، والله يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم والأسرة العلوية ديالو كاملين، واللي عطى الأوامر ديالو باش تكون الاهتمام الأكبر للمغاربة كاملين، وعطى التعليمات كذلك للقوات المسلحة الملكية باش يكونوا صامدين مع المغاربة ويعاونوهم في السراء ديالهم وفي الضراء ديالهم، لأن الأمور كانت غادا بجدية الحمد لله. كل السلطات المغربية قاموا بالدور ديالهم مع المغاربة، والشكر الجزيل لرجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المغربية عامة، من عمال ولاة باشوات قياد مقدمين شيوخ إلى غير ذلك. وما غننساش باش نشكر رجال النظافة اللي قاموا بواحد الدور كبير وكبير بزاف، الله يكثر خيرهم، وكذلك الصمود ديال رجال الصحافة. وما غننساش الشكر الجزيل والشكر الأكبر ربي غادي يجازيهم، وحنا كندعو معهم بالليل ونهار على المجهودات اللي قاموا بها هم الأطباء والممرضين والممرضات. الأطباء قاموا واحد الدور كبير، والممرضين والممرضات واجهوا الوباء بصرامة، الله يحفظهم والله يكثر خيرهم، قاموا بواحد الدور كبير ما غيتنساش. وما غننساوش فضل الاطباء رغم هاد الظروف شحال غادي تدوز. نبغي المغاربه كاملين يعني يحترموا الاطباء ويحترموا الممرضات، لانهم كانوا واقفين وقفه واحده، وقفه مغربي حر كيحبوا بلادهم وكيحبوا ملكهم، والله يكثر خيرهم. والشكر الجزيل لرجال التعليم اللي ضحوا معاهم مع التلاميذ باش يوصلوا لمستوى التعليم الى ما هو احسن. تحياتي من عند اخوكم احمد بن سعيد، فنان شعبي من مدينة تمارا.